على مدار الساعة. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا سي بي سي اكسترا في كل مكان، واهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده من اكسترا تايم. طبعا مبروك لمصر ومبروك لكل الزملكاويه، فوز نادي الزمالك على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فوز عريض وكبير ورقم قياسي لنادي الزمالك في هذا الدور. فاز بالاربعه ومحطش رجل، لا ده حط تقريبا اكتر من رجل في نهائي دوري ابطال افريقيا منذ غيابه عن عام 2002 او موسم 2002 2003. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك وايضا جماهير نادي الزمالك على الاداء والفوز الكبير على واحد من اقوى الفرق في القاره الافريقيه. وان شاء الله الفرحة تكمل على خير بإذن الله، ويصعد نادي الزمالك للنهائي ويفرح كل جماهير والشعب المصري بصعوده لكأس العالم للأندية واللي هتقام في اليابان العام القادم. مبروك مرة أخرى إلى كل عشاق وجماهير نادي الزمالك، فوز القلعة البيضاء بأربع أهداف مقابل لا شيء على الوداد المغربي. صفحة البرنامج على الفيسبوك هي إكسترا تايم، عنوان أو طبعا عنوان برنامجنا، وهي دي الصفحة الرسمية والرئيسية، ومن خلالها دايما بنقرا تعليقات حضراتكم. وأيضا سؤال حلقتنا النهاردة متعلق بمباراة اليوم، وعايز أعرف هل نادي الزمالك ضمن بشكل كبير التأهل لنهائي بعد ما فاز على الوداد بالأربعة في برج العرب؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة وموجودة على صفحتنا على الفيسبوك. مش عايزين طبعا نتمادى ونفرح بشكل كبير جدا بالفوز بالأربعة، فاضل النهاردة 16، فاضل حوالي 8 أيام أو 9 أيام على لقاء العودة يوم 24 في المغرب. هل يستطيع الوداد تعويض الفارق أربع أهداف؟ نادي الزمالك لو لا قدر الله خسر 3 أهداف يصعد، لو تعادل يصعد، لو فاز يصعد. حضراتكم شايفين نادي الزمالك يقدر بالتشكيلة الحالية في ظل ال 17 لعيب الموجودين، وكابتن مهم سليمان اتزنق في الحتة دي ان هو يكمل الخطوة التالية ويصعد للنهائي؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة، عايز اعرف اجاباتكم على الرغم ان انا عارف الاجابة مسبقا، ولكن حابب ايضا اعرف اجابات حضراتكم. فريق الاعداد مشكور النهاردة، محضر لنا كده كليب بسيط عن فوز نادي الزمالك، تعالوا مع بعض نشوف الكليب ونرجع مع حضراتكم. الكليب لسه مش جاهز معانا، خلونا مع بعض اقول لحضراتكم بقى تفاصيل لقاء اليوم ولقاء نصف النهائي. نادي الزمالك بدا بتشكيل بالشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع رمزي خالد باك شمال، احمد توفيق باك رايت، علي جبر واسلام جمال قلبي الدفاع، لاعب كابتن مؤمن سليمان بستاره دفاعيه ابراهيم صلاح، معروف يوسف وطارق حامد، وامامهم شيكابالا وايمن حفني، وامامهم مهاجم وحيد وهو باسم مرسي. خلال اللقاء واللي كان تابع اللقاء بتعمق شويه كان هيعرف ان طارق حامد كان واخد مهام ان هو يثبت في مكانه ما يتقدمش خالص، كان اللي بيتقدم خلال اللقاء سواء ابراهيم صلاح او معروف يوسف. شيكابالا واحد من نجوم هذا اللقاء، سواء بخلقه في لقاء اليوم او بادائه او بقيادته كقائد في لقاء اليوم. طبعا تحيه كبيره لمحمود عبد الرازق شيكابالا في لقاء اليوم، تقدم بمجهود فردي واكثر من رائع، وعمل شوط كبير جدا في هدفه الاول، وعمل سبرنت اكثر من 60 يارده من قبل منتصف الملعب، وعمل فنت كده اخذ لاعب معاه وسدد تسديده ضعيفه ربما بعض الشيء، ولكن ربط بقى لما يريد احرز الهدف الاول في الدقيقه الثامنه. ايضا ايمن حفني من خطا فادح من مرتضى فال مدافع نادي الوداد بيستغل هذا الخطا، وايضا بيسدد بيسراه بتخبط في القائم وتدخل المرمى في الدقيقه 18 معلنه الهدف الثاني، وينتهي الشوط الاول بهذه النتيجه بتقدم نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. وعلى ما اعتقد ان الهدفين دول هم اللي انهوا المباراه مبكرا. مع بدايه الشوط الثاني والدقيقه 49 وباسم مرسي، وايضا خطا ما بين يوسف رابح ومحمد عقيد الحارس البديل لنادي الوداد، وكل الناس اللي بتسال مين حارس الوداد ده، حارس البديل وظهر بشكل ضعيف جدا، وده ساعد نادي الزمالك على الفوز النهارده باربع اهداف. زهير العروبي الحارس الاساسي لنادي الوداد كان عنده مشكله تجنيد في المغرب، فعشان كده ما قدرش يشارك في لقاء اليوم. باسم مرسي على العموم احرز الهدف الثالث في الدقيقه 49. كابتن مؤمن
سليمان اجرى بعض التغييرات. هقول لحضراتكم التغييرات كانت بدايتها مع مصطفى فتحي نزل مكان ايمن حفني في الدقيقه 65، وبعدها بالظبط بحوالي 7 دقائق بيرقص لعيب من الوداد وبيحصل على ضربه جزاء وبيتم منحه شرف تسديد هذه الضربه ليسجل الهدف الرابع. وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه ده رقم قياسي لنادي الزمالك ما حققوش قبل كده في اي من البطولات الافريقيه اللي شارك فيها ان هو كسب 4 اهداف مقابل لا شيء. كابتن مؤمن سليمان واحد من المدربين الاكفاء على الساحه الكرويه المصريه، وده بشهاده الجميع، بشهاده الاهلاويه الزملكاويه، كل من يتابع كرة القدم المصرية، أيضا بسبب نتائجه. يعني عايز أقول لكم إن ده رابع لقاء لكابتن مؤمن سليمان، ابتدى مع نادي الزمالك في كأس مصر، ابتدى بالفوز على الإسماعيلي بأربع أهداف، فوز على الأهلي في النهائي بثلاث أهداف مقابل هدف، الفوز على أنيمبا في دوري أبطال أفريقيا في آخر مباريات دور المجموعات بهدف للا شيء، وكرر الفوز النهاردة على الوداد بأربع أهداف للا شيء. أجرى عدة تغييرات أو استغل التغييرات المتاحة لديه، ونزل مصطفى فتحي مكان أيمن حفني في الدقيقة 65، وأيضا نزل أحمد ديودار مكان رمزي خالد في الدقيقة 74، وستانلي المهاجم المعار من وادي دجلة نزله مكان شيكابالا في الدقيقة 78. دي كانت أبرز الحاجات في لقاء اليوم، لقاء الهام في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا في كلام كتير على أن المدرب الويلزي تشاك تم إقالته بعد انتهاء المباراة من قبل رئيس نادي الوداد المغربي، وتم إقالته بالفعل نتيجة الهزيمة الثقيلة أمام نادي الزمالك. وعلى فكرة هم كانوا خرجوا من كأس العرش من دور 16 أمام فريق المغرب الفاسي، وكان في احتقان، والجماهير المغربية ومشجع لنادي الوداد كانت مستنية أي نتيجة سلبية لهذا المدرب ليتم الهجوم عليه. ولكن سعيد الناصر رئيس نادي الوداد قرر إقالة الويلزي جون تشاك مدرب الفريق من منصبه، وذلك بعد الخسارة من نادي الزمالك بأربع أهداف للا شيء. وأصدر النادي المغربي بيان عقب نهاية اللقاء يعلن فيه تحمله المسؤولية كاملة، مؤكدا إقالة الويلزي جون تشاك. عايز أقول لحضراتكم أيضا في المؤتمر الصحفي تشاك هنأ نادي الزمالك على الفوز الكبير، وقال إن لعيبة نادي الزمالك لعبت برجولة، أما لعيبة الوداد لعبت زي الأطفال. ده كان تصريح تشاك في المؤتمر الصحفي، وقال كمان إن أهداف المباراة بالكامل كانت هدايا من لاعبي فريقي، ودي كانت تصريحات قوية جدا قادرة على إقالة هذا المدرب من منصبه. ده احنا سريعا حاولنا كده نجيب لحضراتكم كل ما لدينا من أخبار متعلقة بهذا اللقاء، وقلت لحضراتكم التشكيل اللي ابتدى فيه كابتن مؤمن سليمان تشكيل لقاء اليوم. عايز أقول لحضراتكم أيضا سريعا قبل ما أرحب بضيف وضيف حضراتكم النهاردة كان في لقاءين في الدوري المصري لكرة القدم، وأقول لحضراتكم النتائج اليوم. امبارح كان في لقاءين واليوم أيضا لقاءين، وبكرة إن شاء الله استكمال للأسبوع الأول للدوري المصري لكرة القدم، وأهم لقاءات الأسبوع الأول لقاء نادي الإسماعيلي والنادي الأهلي. لقاء اليوم كان بيجمع بتروجيت ووادي دجلة، ودي كانت لقاء أو أول لقاءات اليوم، واللقاء كان مستمر تعادل سلبي حتى الدقيقة 94، ولكن لاعب بتروجيت طبعا هقول لحضراتكم مين، محمد شاهين في الدقيقة 94 أحرز هدف قاتل لبتروجيت في الدقيقة 94 تحت قيادة الكابتن طلعت يوسف، ليهدي بتروجيت أول 3 نقاط على واحد من الأندية اللي هيبقى ليها شأن كبير جدا في هذا الموسم نادي وادي دجلة. أيضا كان قبليها مباراة الشرقية وسموحة والشرقية اللي صعد حديثا، وقيادة فنية كابتن طارق يحيى قدم مباراة جيدة في ظل الإمكانيات المتاحة. كابتن طارق يحيى قال إن دي إمكانيات فريقي، إحنا ابتدينا فترة الإعداد متأخر، حاولنا على قد ما نقدر نلم الفريق ونعمل بعض التعاقدات، وهي اللي ساعدت إن نادي الشرقية النهاردة يحرج إلى حد ما نادي سموحة، واحد من أكثر الأندية اللي عمل انتقالات خلال فترة الصيف سواء في الجهاز الفني او لاعبين، واستقدم لاعبين على مستوى عالي جدا. سموحه تقدم في الدقيقه 52 عن طريق السيد فريد من ركنيه، حطها براسه بشكل جميل جدا. حسام باولو ايضا اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 76، هداف الدوري المصري لكره القدم سواء الموسم الماضي او قبل الماضي. اخر 10 دقائق نادي الشرقيه وكابتن طارق يحيى عمل بعض التغييرات، نزل بعلي عفيفي وعفرته واللاعب النيجيري كينيث، وهو الاحرز هدف او تقليص الفارق في الدقيقه 85 لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف بفوز سموحه. هقول ايضا لحضراتكم
مباريات الغد وبكره في مجموعه من اللقاءات هقول لحضراتكم عليها. هقول ثواني خليكم معايا. بكره ان شاء الله في اربع لقاءات وفي مباراه مؤجله، مباراه نادي الزمالك والانتاج بسبب مشاركته في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الاتحاد هيلاعب المقاولون في تمام الساعه 3 عصرا، مصر المقاصه مع طنطا في تمام الساعه 5 عصرا، طلائع الجيش والمصري في تمام الساعه 7، واللقاء المرتقب ما بين الاهلي والاسماعيلي في تمام الساعه 9 مساء. ايضا من ضمن اخبارنا امبارح كان معانا خبر متعلق بكابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، وقلت واتكلمت ان مواقع كتيره جدا وبعض القنوات صرحت وقالت ان كابتن ربيع ياسين خلاص تولى القياده الفنيه لقطاع الناشئين او مسك رئيس قطاع الناشئين في النادي المصري البورسعيدي. وكنت قلت في اول حلقتنا امبارح ان الكلام ده لسه مش مؤكد وان كابتن ربيع ياسين يفكر في العرض، ولكن الان من رد فعل جمهور نادي الاهلي وده اللي حصل بالفعل، ان كابتن ربيع ياسين اعتذر عن تولي القياده في قطاع الناشئين او رئاسه قطاع الناشئين في النادي المصري، وقال ده من خلال بيان رسمي من خلال صفحته على الفيسبوك. واقول لحضراتكم سريعا ملخص ما كتبه كابتن ربيع ياسين من خلال صفحته على الفيسبوك، وقال: اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي المصري ورئيس مجلس ادارته المحترم طبعا سمير حلبيه على ترشيحي واختياري لمنصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، واتقدم باعتذار عن عدم قبول المهمه لظروف خاصه حرصا مني على علاقتي المحترمه بالجميع وكافه الجماهير والتي لن اكون طرفا في الصراع او اشعال فتنتها. وتابع من خلال البيان الرسمي من خلال صفحته كابتن ربيع: اؤكد ان جماهير النادي الاهلي الكبيره صاحبه الفضل بعد الله عز وجل فيما وصلت له، وانني لن اكون سببا في يوم من الايام في حدوث اي مشكله بين الجماهير باختلاف انتماءاتها حتى لو كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وواصل حديثه: اخص جماهير النادي الاهلي التي اكن لها كل الاحترام والتقدير، وانني ساظل مصدر السعاده والثقه والفرحه لهم. وانا عايز اقول لحضراتكم يعني ان شاء الله الايام اللي جايه هيبقى فيه خبر متعلق ان كابتن ربيع ياسين هيمسك منصب مهم داخل جدران القلعه الحمراء. دي كانت اهم اخبارنا. في اي اخبار معانا؟ طب تعالوا نشوف جزء من حلقه امبارح والخبر اللي احنا اكدناه النهارده في اكسترا تايم. كان في بعض المواقع الرياضية ابتدت تنشر أخبار عن كابتن ربيع ياسين مدير الفني السابق لمنتخب الشباب والحاصل معاه على بطولة أفريقيا، وإن هو تولى ومسك المسؤولية الكاملة أو الإدارة الفنية لقطاع الناشئين في النادي المصري البورسعيدي. ولكن حاولنا نوصل لكابتن ربيع ياسين ونشوف حقيقة هذا الخبر، واللي توصلنا له إن بالفعل في مفاوضات وفي كلام اتفتح مع كابتن ربيع ياسين إن هو يكون رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري البورسعيدي سعيدي، ولكن كابتن ربيع ياسين أرجى هذا الموضوع خوفا من غضب جماهير النادي الأهلي في حال الموافقة على هذا المنصب. وعلم إكسترا تايم أن كابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر يخشى الموافقة على العرض الذي قدمته له إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية لتولي منصب مدير قطاع الناشئين، احترابا لجماهير النادي الأهلي التي لا زالت متحفظة على تعامل أي نجم كبير مع رموز القلعة من رموز القلعة الحمراء مع النادي المصري على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء المصري مع الأهلي فبراير 2012. كابتن ربيع أكد أنه هيدرس الموقف بشكل دقيق قبل أن يتخذ قراره النهائي. ده كان جزء من حلقة امبارح ومتعلق بكابتن ربيع ياسين والخبر اللي انتشر بشدة عن توليه منصب رئاسة قطاع الناشئين بالنادي المصري. بكرة زي ما قلت لحضراتكم في أربع لقاءات، وأهم هذه اللقاءات لقاء النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي. وكابتن حسام البدري أعلن القائمة اللي هتخوض لقاء وتخش لقاء الغد، وتم استبعاد أربع أسماء من بداية الأسبوع الأول. تعالوا نعرف مين الأسماء المستبعدة أو اللي تم استبعادها من قبل كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري استبعد ميدو جابر ومسعد عوض وحسين السيد وصالح جمعه من قائمه الفريق واللي هتستعد لمواجهه الاسماعيلي غدا ضمن الجوله الاولى لاسباب فنيه، فيما جاء غياب كل من احمد حجازي ورامي ربيعه ومروان محسن بسبب الاصابه، فيما يغيب كل من حسام غالي واحمد فتحي بداعي الايقاف. واقول لحضراتكم القائمه سريعا: حراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي، احمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع محمد هاني، صبر رحيل، علي معلول، محمد نجيب، سعد الدين سمير، خط الوسط حسام عاشور، اكرم توفيق، عمرو السليه، ندفيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، عبد الله السعيد، جونيور اجاي، محمد حمدي، وفي خط الهجوم جون انتوي، عمرو جمال، وعماد نتعب.
تعالوا نروح نشوف نادي الاسماعيلي وكابتن عماد سليمان المدير الفني. ايضا اعلن القائمه اللي هتخوض لقاء الغد، وهنشوف مع حضراتكم قائمه نادي الاسماعيلي على الهواء مباشره. حراسه المرمى محمد عواد، محمد بجدي، ايمن رجب، الدفاع سعد حسني، محمد ابو المجد، بوشه، باهر المحمدي، شريف عبد الفضيل، سامح عبد الفضيل، بهاء مجدي، خط الوسط حسني عبد ربه، محمد فتحي، عماد حمدي، محمود المتولي، عمر الوحش، احمد جمال، طارق جبرن، ابراهيم حسن، عمرو عبد الفتاح عموري، وفي خط الهجوم ايمانويل بناهيني وشكري نجيب، وتم استبعاد كريم بامبو، امير شعيب، احمد الصعيدي، محمود حمد، محمود عبد العزيز، محمد عادل جمعه لاسباب فنيه، وشريف حازم للاصابه. طولت على حضراتكم، وايضا ضيفي وضيف حضراتكم النهارده كابتن ايمن اليمني، واحد من الاسماء ربما تكون مش معروفه للبعض، ولكن هو اسم كبير جدا في عالم التدريب، في عالم كره القدم، في القاره الافريقيه، وايضا في الوطن العربي. الراجل ده مسك منتخبات عديده في القاره الافريقيه، على سبيل المثال مسك مالي، مسك سوازيلاند، وايضا مسك تقريبا تنزانيا او موزمبيق عفوا، مسك وايضا منتخب رابع هو هيتم ذكره، ايضا مسك عده فرق في افريقيا على راسها الهلال السوداني وهارتس اوف اوك الغاني، بالاضافه طبعا ان هو كان ليه جوله طويله جدا جدا في الخليج العربي، في سواء في الكويت، سواء في قطر، سواء في عمان، يعني راجل خبرته كبيره جدا. وعايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله من الناس القليله جدا جدا اللي بتعرف تتحدث اكتر من لغه، هذا الرجل بيتحدث اكتر من اربع او خمس لغات، وده طبعا ساعده في الانتشار في القاره الافريقيه. هنعرف منه طبعا فينه من الاعلام، ليه اسمه ما بيترددش كتير خلال الفتره اللي فاتت، ليه ما يتولاش الاداره الفنيه لاحد الفرق المصريه، اسئله كتيره جدا، بالاضافه طبعا هناخد تحليله الفني عن مباراه الزمالك والوداد. ولكن في البدايه خلوني ارحب بيه كابتن ايمن، تحياتي واسف على الاطاله. يعني انا بسم الله الرحمن الرحيم اولا بشكرك وبشكر البرنامج، وان شاء الله نكون ان شاء الله عند حسن ظن الجميع بينا ان شاء الله باذن الله. اسمح لي كابتن ايمن اخر حاجه هنطلع لتقرير نشوف رد فعل جماهير نادي الزمالك بعد الفوز اليوم باربع اهداف مقابل لا شيء، ونبتدي حديثنا مع حضرتك. شيء يسعدني ان شاء الله. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير اليوم عن فوز نادي الزمالك وردود الافعال بعد هذا اللقاء. الحمد لله الاول عن الاداء اللي احنا شفناه ده مميز من لعيبه الزمالك، وطبعا احنا نجم الماتش النهارده الجمهور اللي تعب واستحمل كل الحاجه اللي حصلت رغم انهم حضروا الماتش وتعبوا الحمد لله، وبنشكر اللعيبه وبنشكر كابتن مؤمن سليمان وطبعا نجم الماتش كابتن شيكابالا. الحمد لله على المكسب اول حاجه، وربنا يكملها على خير، وربنا يرجع اخواتنا، والجمهور اكيد ما فيش شك ان هو البطل في الليله دي، واللعيبه كانت رجاله الحمد لله. وشيكابالا ده شايلك 10 سنين دلوقتي، بقى اللي كانوا بيشككوا في شيكابالا يتفرجوا على شيكابالا دلوقتي عمل ايه. شيكابالا هو اللي هيرجع الزمالك، وهو هيعمل فريق مع الكابتن مؤمن، وان شاء الله ان شاء الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، وربنا يرجع اخواتنا بخير. بشكر كابتن شيكابالا على جون الافتتاح لان هو سهل المباراه وفتح لنا المباراه، الماتش كان ممكن يقفل معانا ما نحرسش اهداف، بس الحمد لله بشكر كل اللعيبه على المجهود الرائع والتخطيط اللي هم عاملينه، والحمد لله هم حاسين بالجمهور بتاعنا، حاسين ان احنا محتاجين البطوله ديت عشان نهديها لشهدائنا ونهديها لكل الكابتن حماده امام وكل واحد بيشجع الفريق بتاعنا. الحمد لله على المكسب، وربنا كرمنا الحمد لله، وربنا يكرم ان شاء الله في ماتش العوده هناك عندهم، وربنا يكرم ان شاء الله ونطلع للماتش الشوط الاولاني كسبانين 1-0، عشان بعد كده نبص للماتش الفاينل ربنا يكرم ان شاء الله وليه استدعاء تاني. واشكر الجمهور كله اللي راح وجا وتعب وراح شجع الفريق هناك. هو طبعا جون شيكابالا الاولاني طبعا عمل فرق لانه كان في بدايه الماتش واخد بالك، والوداد المغربي طبعا يعني ما لعبش، بس انا طبعا اهلاوي ولكن فرحان جدا للزمالك، والف مبروك وان شاء الله ياخدوا البطوله، المهم ما تطلعش من مصر. طبعا كل الجماهير بمختلف انتماءاتها مبسوطه لفوز نادي الزمالك، وايضا اكيد هيشاركني في الراي كابتن ايمن، يعني فوز غير متوقع كابتن ايمن، سواء لكل اللي بيتابع كره القدم المصريه، المحللين، حتى كابتن اسماعيل يوسف مدير الكره هناك قال لك احنا ما كناش نتوقع ان احنا نفوز بهذا الفوز الكبير على الوداد. الحمد لله النهارده بالنسبه لنادي الزمالك قدم مباراه كبيره جدا، والمباراه ديت قدمها من خلال الالتزام والانتشار الجيد بالنسبه للاعبين، جهاز فني ادى تعليمات على ما اعتقد في بدايه المباراه، قبل المباراه حتى يمكن الاستعداد ليها كان في تركيز كبير جدا من جانب الجهاز الفني واللاعبين
قدر ان هو يوصل للمرحله اللي احنا شفناها من خلال المباراه، وهي الالتزام داخل الملعب. تمام. الالتزام داخل الملعب هو ده اللي يعني عمل هذه النتيجه الكبيره وهذه النتيجه المشرفه لنادي الزمالك وجماهير مصر او لمصر عامه. والحقيقه قبل ما ابدا ان انا كلامي ان انا احيي مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار الجليل مرتضى منصور على انه يعتمد على الجهاز الفني الوطني المصري الزملكاوي، واحتزب حزوه النادي الاهلي فيما بعد. اتمنى ان شاء الله كل الانديه المصريه وكل المنتخبات المصريه اتحاد كره القدم الجديد برئاسه الاخ العزيز المهندس هانا بوريدان هو يحتذي برضه بنفس الاعتماد على الاجهزه الوطنيه المصريه، لان احنا اساسا كمدربين ما نقلش عن اي اجهزه اجنبيه بل نتفوق عليها. اتمنى ان شاء الله اني نعتمد على اولادنا ونديهم الفرصه في الأندية وفي المنتخبات، ونقدر نحن نرجع الكرة المصرية لسابق عهدها اللي كان موجود على لغاية 2010 مع كابتن حسن شحاتة. أتمنى هذا. خليني بقى أرجعك بس خطوة لورا كده، أنا خطفت حضرتك في موضوع مباراة الزمالك، حضرتك فين؟ مختفي عن الإعلام فين؟ يعني أعذرني لو أنا ما أعرفش تاريخ حضرتك بشكل كبير جدا، ولكن بسم الله ما شاء الله الله أكبر، لما عرفت تاريخ حضرتك لا الراجل ده لازم يكون ظاهر للإعلام، الراجل ده لازم يكون معروف للإعلام، حتى أنا اتخضيت لما عرفت إن اسم حضرتك اترشح لتدريب منتخب مصر خلال الفترة السابقة، حضرتك فين من كل ده؟ والله أحيانا يعني الحمد لله رب العالمين، بداية عملت في القارة الأفريقية 19 سنة مع 4 منتخبات أفريقية، منتخب مالي وبعدين منتخب موزمبيق ثم منتخب مملكة سوازيلاند ثم منتخب إريتريا وبعد كده عملت لي كمدير فني النادي لأكبر أندية القارة الأفريقية نادي هارس فوك الغاني، بعد كده نادي الهلال السوداني، وبعد كده قبليها آسف مع نادي كوتشاتسول. ومن خلال هذه الأندية الثلاثة شاركت في دور المجموعات اللي يعني شهدنا دور قبل النهائي النهاردة. دي حاجة. الحاجة الثانية يعني أحيانا بالنسبة للسيرة الذاتية بتاعتي كمدرب لأربع منتخبات لأندية شاركت في دور المجموعات، كشهادات تدريبية حصلت عليها، كل الحاجات دي أعتقد إن هي يمكن بتخوف البعض من يعني السيرة الذاتية بتخوف البعض من إن هم يلجأوا ليا. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للمنتخبات المصرية على سبيل المثال اتنادى علي اكتر من 8 مرات. 8 مرات. 8 مرات، اخرها كان في اكتوبر 2010 بعد الاخفاق بالنسبه للجهاز اللي كان بيتولاه برادلي والبحث على مدرب يعني يحل محله كده، وطرح اسمي من ضمن الاسماء ال 21 جنسيه، وكان المصري الوحيد هو العبد الله ايمن اليمني. انما الحقيقه في 8 مرات اللي انا بتكلم عنهم كان الواحد يبقى عنده امل ان هو يوصل ان هو يمسك احدى المنتخبات المصريه، انما في اللحظه الاخيره بلاقيها ان هي انحرفت عني. يعني يمكن يعني ده بيسبب نوع من القهر يعني بالنسبه لي ليا او لبعض المدربين الاخرين. عندنا في مصر يعني الحقيقه مدربين اكفاء جدا عندهم القدرة ان هم يتولوا منتخبات مصر بكافة فئاتها السنية او المنتخب الاول، بجانب الاندية المصرية برضو بتعتمد على ان تجيب مدرب اجنبي على اساس يبقى عنده معاه، وتسمح لي ان انا اقول هذا الاستراح بيبقى معاه عدة نصب ان هو البورديطة والنضارة والكلام دوت، وفي نفس الوقت بيعتمد بمجالس ادارات الانديه بتعتمد على هذا المدرب الاجنبي انه يبقى برواز يشيل كل الاخطاء اللي بيقع فيها مجلس اداره هذا النادي. انما انا احيي مره ثانيه مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور انه يعتمد
ويعتمد على الجهاز المصري الوطني الزمالكاوي حاليا. وبرضو ده من ضمن الحاجات اللي شجعت النادي الاهلي ان هو يعتمد على الاخ العزيز حسام البدري انه يكون مديرا فنيا للنادي الاهلي. طيب افضل مدرب اجنبي بنسبه وجهه نظر حضرتك كان مين؟ جوزيه مثلا مع النادي الاهلي؟ والله يعني انا عايز اقول لحضرتك بالنسبه للمدربين المصريين اللي اي مدرب يجي النادي الاهلي النادي الاهلي هيضيف له وليس هو هيضيف للنادي الاهلي. هيضيف لاسم المدرب صح؟ هيضيف لاسم المدرب وليس هو هيضيف للنادي الاهلي. النادي الاهلي في قايمه عنده وفي عادات وتقاليد اللي بيحيد عنها يعني ده بيبقى شاذ واداره النادي الاهلي بتلفظه. النادي الزمالك كذلك، النادي الزمالك له تقاليد وعادات قديمه جدا، وفي نفس الوقت يعني برضو بحيي للمره الثالثه مجلس اداره النادي على اساس انه يعتمد على الجهاز الوطني المصري بالنسبه لنادي الزمالك. اتمنى ان شاء الله ان منتخبات مصر دائما تعتمد على المدرب المصري. اتمنى برضو الانديه المصريه ان هي تحظو حظو نادي الزمالك والنادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه ان شاء الله. طيب شايف كوبر ازاي مع المنتخب المصري؟ والله يعني انا مش شايف اي حاجه منه جديده، لدرجه اني يعني خلال الاسبوعين اللي فاتوا قبل اثناء مباراه غينيا لسه بيجرب ناس، يعني بقاله سنتين وبيجرب ناس. اعتقد يعني افضل ناس يعني رسى عليها المجموعه المتبقيه اللي كانت موجوده مع الكابتن حسن شحاته من 2008 دي افضل مجموعه عنده، انما لغايه اسبوعين فاتوا لسه بيجرب في الباك ليفت مين يصلح، بيجرب السنتر فير المهاجم مين يصلح. كل الحاجات دي طبعا حاجات لا يلجا ليها اي مدرب حتى ولو مدرب يعني بادئ او ناشئ. اعتقد مفيش اضافه كل يعني قدمها هذا المدرب لمنتخب مصر. الحقيقه يمكن مجيئه لمنتخب مصر الاول جه في غفله من عدم الاهتمام من قبل مجلس اداره الاتحاد السابق. تمام. ان كان البعض منه كان بيزعم ان الضغوط الاعلاميه والضغوط الجماهيريه صعبة جدا على أي مدرب مصري إن هو يتولى هذه المسؤولية، وده اعتقاد خاطئ. لابد إن احنا نعتمد على أولادنا ونعتمد على مدربينا ونديهم الثقة ونقف يبقى في سبورت بالنسبة ليهم يعني. أتمنى إن شاء الله مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري الجديد إنه يعتمد برضو على يعني المدربين المصريين اكفاء ان شاء الله خلال الفتره القادمه. يعني حضرتك شايف المدرب المحلي او المدرب المصري هو الافضل لمنتخب مصر؟ افضل على اساس ان هو يعني كلام مكرر وكلام مرسل هنقوله ان المدرب المصري اقرب ان هو يوصل للسيكولوجيه بتاعت اللاعب المصري بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه. بالنسبه للمدرب الاجنبي زي كوبر مثلا قعد حوالي يعني او سنه او 8 شهور ولم يقدم اي جديد، يعني نفس التشكيل اللي القديم او المجموعه القديمه اللي كان بيعتمد عليها المدرب حسن شحاته او المدرب برادلي هو برضه بيعتمد عليها، زي محمد عبد الشافي، زي احمد فتحي كله بيعتمد عليه. ورجع مره ثانيه برضه للتخبط اللي انا شايفه ان كان في قرار سابق ان عدم عوده عصام الحضري كحارس مرمى منتخب مصر ان يرجع تاني لكبر سنه وعايز يحدث والكلام اللي احنا يعني شبعنا منه، انما في الاخر رجع من حوالي شهرين ولجأ ليه على اساس انه يكون حارس مرمى مصر الاول. يعني كلام ضد عوده الحضري بقيمه الحضري؟ لا انا الحضري. لا انا ولا اعتراضا على كلامه هو ان هو مش لا عايز انا لا لا انا لا اعترض على الحضور يعني النداء على الحضري او غيره بصرف النظر عن السن. بس أنا إن هو صرح وقال إن هو صرح وقال الجهاز فعلا قال ان لا يعتمد على الحضري كبر سنه. وبعدين بالنسبه انا شخصيا كمدرب يعني انا شايف حته السن ديت ملهاش اي اهميه، انا اللي يهمني الاداء داخل الملعب. ولذلك كون ان هو يتراجع على اساس ان المدرب النادي الاهلي السابق مارتن يول ان هو يعني
كان في خلال الفترة الأخيرة أن لا يعتمد على شريف إكرامي فلجأ لعصام الحضري. ده مبرر أعتقد، ده مش مبرر أبدا، إنما في برضو في حراس مرمى على مستوى كويس جدا من خلال الأندية المصرية، أتمنى أن هم برضو يبقى الاخ العزيز احمد ناجي هو يبص لهم فعلا على اساس ان يبقى فيه نوع من التكافؤ الفرص لكافه حراس المرمى المصريين الموجودين على الساحه المصريه حاليا. يعني يمكن الحديث مع حضرتك محتاج حلقات وحلقات، ولكن يعني وقت برنامجنا بيجري بسرعه، وعايز افتح مع حضرتك فوز الزمالك النهارده الكبير والعريض باربع اهداف. الناس شايفاه ان لعيبه نادي الزمالك لعبت تستحق، الجمهور عمل اللي عليه، شجع الفريق من اوله لاخره، كان فيه خطه محكمه من مؤمن سليمان. الجانب بقى الثاني واللي شايف نص الازازه او نص الكوبايه الفاضيه يقول لك لا ده الوداد هو اللي وحش، ده حارس المرمى هو اللي ساعدهم، ده خط الدفاع هو اللي سهل المهمه لنادي الزمالك. شفت المباراه ازاي؟ انا هدي للمباراه عنوان عنوان عريض جدا، عندما يستحوذ نادي الوداد على الكره يسجل نادي الزمالك. خلال ال 20 دقيقة الأولانية في الشوط الأول من الدقيقة 3 لغاية الدقيقة 19 نادي الزمالك أحرز هدفين، نادي الوداد المغربي كان يستحوذ على نسبة كبيرة بالنسبة للأداء خلال هذه الفترة، إنما مع ذلك نادي الزمالك أحرز هدفين لسبب الالتزام والانتشار داخل الملعب. كل لاعب من ال 11 اللي موجودين في نادي الزمالك في الشوط الاول كل واحد عارف دوره فين، عارف خطواته ايه، عارف الاداء بتاعه ايه، مهمته ايه، والمهمه الثانيه. يعني احيانا بيبقى المدرب بيدي كل لاعب مهمه ومهمه اضافيه كمان. كل ال 11 واحد في خلال الشوط الاولاني نادي الزمالك كل لاعب ملتزم، كل لاعب في انتشار جيد، في اداء جيد، واهم حاجه كمان نادي الزمالك كمان الميز باص بتاعه النهارده كان نسبه يمكن 2%، وده اللي خلى ان من خلال الاخطاء بتاعه نادي الوداد قدر نادي الزمالك يحرز الهدف الاول في الدقيقه 3 من خلال شيكابالا، من خلال باص من او تمرير من احمد توفيق احد نجوم المباراة، وبصاها من قبل منتصف الملعب لشيكابالا، وعمل مارسون مارادوني وقدر ان هو يحرز هدف من اجمل الاهداف اللي شاهدناها خلال الفترة اللي فاتت. واتمنى لهذا النجم الاصبر ان هو يثبت ويستمر، يعني يقدم عن شيكابالا من افضل لاعبي مصر، فلابد ان هو يستغل هذه الميزه ان شاء الله، والفورمه بتاعته ما شاء الله عليها النهارده كنواحي بدنيه الى حد ما تساعده. فاتمنى ان هو بجانب الناحيه المهاريه بتاعته العاليه جدا ان هو يحافظ على هذا الاداء ان شاء الله عشان يسعد جماهير مصر وليس جماهير نادي الزمالك ان شاء الله. تدي لقب نجم لمين يا كابتن ايمن النهارده؟ اديه لايمن حفني طبعا. ايمن حفني طبعا من خلال الاداء الجيد بتاعه، من خلال المراوغات بتاعته، من خلال ايمن حفني يتميز عن لاعبي مصر جميعا بانه عنده الاداء او المهارة المركبة. يمكن دي اصطلاح او تسمية البعض يمكن يسمعه لاول مرة. المهارة المركبة بيعمل اكتر من مهارة في توقيت واحد اللي هي بنسميها الكرة الاحترافية. تمام. فبيقدر ان هو يعمل اكتر من مهارة في توقيت واحد، دي بنسميها مهارة مركبة. ايمن حفني يتميز بهذه الميزة واداؤه بيبقى اداء سلس، ولذلك الجون اللي احرزه كان خطأ تصويبة من حارس المرمى، قدر ان هو يستغلها صح، وقدر ان هو يراوغ وفي نفس الوقت ان هو يحرز من الحركة الهدف الثاني لنادي الزمالك اللي ادى نوع من الاطمئنان خلال الشوط الاولاني لنادي الزمالك. كابتن ايمن، يعني اشدت كتير قوي بالجهاز الفني نادي الزمالك وجهاز زملكاوي وجهاز وطني. مؤمن سليمان، يعني مؤمن سليمان بسم الله ما شاء الله صغير في السن، خبرته التدريبيه يعني لسه مش كبيره زي مدربين كبار جدا.
حضرتك شايف ان هو قرا المباراه بشكل كويس جدا، لعب بالامكانيات واللعيبه اللي عنده، وعايز اعرف حضرتك تعليقك على توشاك المدرب الويلزي، واللي كان باين من تصريحاته من قبل بدايه اللقاء ان في نبره عاليه، في الانا عنده عاليه جدا، ومدي ثقه زياده قوي للعيبته. بصرف النظر عن حته السن، يعني مؤمن سليمان مش صغير، يعني عندنا هنا في مصر يعني المدرب بعد ما بيوصل للستين او السبعين يقدر ان هو يتولى مهمة نادي الزمالك او منتخب مصر او احدى الفرق. لا، اعتقد الدفع بالعناصر الشابة او العناصر الجيدة بالنسبة للمدربين في مختلف الاندية ممكن ان هو يخلق او يؤدي اكتر من مؤمن سليمان. مؤمن سليمان بيتميز بان زي ما قلت عملية الالتزام، بيبقى المدرب عنده منهج تدريبي، عامل سيناريو لكل مباراة، السيناريو ده بيقدر ينفذه من خلال العناصر الموجودة. وبعدين بالنسبة لقلة العدد النهاردة دي ميزة لمؤمن سليمان وليس يعني كانت ضده، انه ركز على ال 14 لاعب بخلاف حراس المرمى الثلاثة اللي معاه، وقدر انه هو يعتمد على ال 14 لاعب، ال 13 لاعب فعلا، ويقدر ان هو يوكل لكل لاعب مهمة ومهمة اضافية. مؤمن سليمان عنده رؤى كويسة جدا، اهم حاجة ان اللاعب يبقى عنده حتة طاعة ليه، وفي نفس الوقت بيبقى فيه التزام. الالتزام ده بيولد الانتشار الجيد، ولذلك الانتشار الجيد دوت شفناه من خلال الهدف الاولاني والهدف الثاني. البعض بيقول ان نادي الزمالك كان بيلعب على الهجمه المرتده، نادي الزمالك ما لعبش على الهجمه المرتده، هو لعب على الالتزام والانتشار الجيد داخل المستطيل الاخضر من خلال المباراه كلها الشوطين. ولذلك مؤمن سليمان الحقيقه يعني اقدر ان انا برضو بحته التغييرات برضو اللي عملها اكتر من جيده، طلع شيكابالا ودفع ستانلي، هو طلع ايمن حفني ونزل مصطفى فتحي. ايوه، يعني التغييرات عامه الثلاثه اللي غيرهم او اللي بدلهم تمام، يعني ادوا مردود طيب جدا ان نادي الزمالك ما يقعش بدنيا او تكتيكيا او خططيا، الا ان هو يستغل نادي الزمالك في دايما ان هو ماسك المباراه وزمام المباراه بارجل نادي لاعبي نادي الزمالك. فانا اشيد بمؤمن سليمان، ويعني اتمنى ان يعني مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يبقى سبورت دائم لهذا المدرب الواعد ان شاء الله. هنعرف راي كابتن ايمن بخصوص هل الوداد يستطيع بعد 8 ايام ان هو يعوض فرق 4 اهداف، هل يقدر يرجع مره اخرى وينافس على بطاقه الصعود لنهائي دوري ابطال افريقيا. وايضا هناخد راي كابتن ايمن ضيفنا النهارده في اللقاء الهام جدا في الاسبوع الاول اللي هيتلعب بكره ما بين الاهلي والاسماعيلي، وشايف مين الاقرب للفوز، سواء النادي الاهلي اللي حصل فيه تغييرات جذريه كاداره فنيه، او النادي الاسماعيلي ايضا اللي حصل فيه تغييرات كبيره جدا بدايه من مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين. مين الاقرب، الاهلي والاسماعيلي، ورايه الوداد ممكن يعوض هنعرف بعد الفاصل. سي اكسترا مصر على مدار الساعة هنا العاصمة.